يكون دمي متاحا بين كل هذه الدماء اللي ساعدت في انقاذ اخرين في كل مكان. بالمناسبه دمي خالي من النيكوتين ومن الكحول فاكون دم متاحا. سعاده ومسؤوليه ان يضاف لنا هذا الشرف. المسؤولية إنه العالم مليء بكثير من الأحداث، رغم إنه الإنسان استطاع أن يجعل الحيوانات أليفة، لكن لم يستطع أن يجعل الإنسان أليف. الآن الأسود صرنا نشوفها في عالم البشر، والنمور وكل الحيوانات المفترسة صارت صديقة جدا وتربى في البيوت، لكن ما زال البشر يقتلون البشر في كل مكان. ما زال هناك مساحة كبيرة من العنف في العالم. ما زال هناك ناس بسطاء يوميا بحاجة إلى كسرة خبز وإلى قطرة دم وإلى شيء كبير، لكن هناك خير بالمقابل. هناك خير كبير بالمقابل. قبل أيام قرأت عن حدث وتتبعت بالمناسبة حملة الدم. الحدث كان لشخص رجل مسن يبكي في إحدى مستشفيات دمشق، وهذا الشخص بحاجة إلى دم، فجاءه أحد العراقيين وسأل شو مشكلته؟ قال له أنا أريد دم. قال له تصبر لي نص ساعة. راح جاب له باص كامل من العراقيين اللي موجودين في السيدة، وتبرعوا بالكامل أكثر من 60 بطل دم.